اخدنا المره اللي فاتت الاكيوت ايريد سايكلايتس والكومبليكيشنز بتاعته. النهارده هناخد الكرونيك ايريد سايكلايتس والكومبليكيشنز وبتاعته برضو، وهناخد التريتمنت بتاع الاثنين الكرونيك والاكيوت مع بعض. هو الكرونيك ايريد سايكلايتس يعني مش من المواضيع المهمه قوي في الشابتر على عكس الاكيوت اللي كان مهم جدا، عشان كده الديفينيشن والسيمبتومز هنعدي عليهم بسرعه. كديفينيشن هو chronic disease with marked decrease in vision gradual progressive course with excavation and remission، يعني بيزيد ساعات وبيقل اوقات تانية. ممكن يكون granulomatous او non granulomatous، دي طبعا انواع chronic infections اما بيكون معاها granuloma او من غير granuloma. symptoms عادية، بيكون عندي gradual decrease of vision. بالنسبة للcomplications هي ممكن تكون محتاجة شوية توضيح، بعض الصور هتساعد ان احنا نتخيلها احسن. بيكون عندها سيلياري انجكشن، احتقان في البلاد فيسلز اللي موجوده في الكونجكتيف زي ما احنا شايفين هنا. هايبرتنسيف ايريد سايكلايتس معناها ان بيحصل عندي نوبات متزامنه او بتحصل في نفس الوقت من انفلاميشن لليوفيال، من انفلاميشن للايريس والسيلياري بودي مع بعض، وفي الوقت اللي بيحصل فيه انفلاميشن ده بيحصل فيه هايبرتنشن للعيان. اذا هما بيحصلوا في نفس الوقت، عشان كده سميناهم هايبرتنسيف ايريد سايكلايتس. كراتيك بريسيبتيت زي ما احنا شايفين هنا، وعرفنا سببها المره اللي فاتت ان في عندي انفلاميشن في السيلياري بودي او مثلا او في الايرس، فحصل عندي فازو دايليتيشن، كثره الانفلاماتوري سيلز اترسبت على القرنيه من ورا هنا فعملت عندي المنظر ده. ممكن كمان القى اوباستي عندي في الفيتراس بودي بسبب ان الانفلاماتوري سيلز ممكن تعدي لورا اللينس هنا وتترسب على الفيتراس فيعمل عندي عتامه. بالاضافه للانتيريور تشامبر هيحصل فيها حاجه بنسميها الديب انتيريور تشامبر. الديب انتيريور تشامبر معناها ان عمق الانتيريور تشامبر بيزيد، زي ما احنا شايفين هنا منظر الانتيريور تشامبر ده، يعني دوت حجمها زياده او اكبر من اللازم. والسبب في كده ان بيحصل عندي في المكان ده هنا اللي بيشاور عليه السهم واللي زيه هنا، بيحصل عندي فايبروزس او سينيكيا، بوستيريور سينيكيا، لان انتيريور سينيكيا زي ما احنا عارفين بتحصل في الانجل دي، انما ديت بوستيريور سينيكيا بتشد الايريس لورا وبالتالي بتوسع الانتيريور انجل الانتيريور تشامبر زي ما احنا شايفين هنا، حجمها اكبر من اللازم. ودي طبعا هنا تقريبا ده داخلين بابره علشان يقللوا الاكويس هيومر اللي فيها ويقللوا حجمها شويه. مادي ايريس عرفناها برضو قبل كده في المره اللي فاتت ان الكريبتات او بصمه العين اللي هي عباره عن جروفز اند كريبس بريزنت اون الايريس بتختفي وتبقى كلها متساويه ونفس اللون ونفس المستوى، يعني مفيش لا حته طالعه ولا حته نازله، وبالتالي بتختفي بصمه العين زي ما احنا شايفين هنا، بتبقى بتسميها ايريس مادي يعني الطينيه كلها زي بعضها. وفي الاخر بيبقى عندي تندرنس في السيلياري بودي بسبب الانفلاميشن، يعني اول ما اضغط على المكان ده كده هحس ببين في السيلياري بودي. ستوب. ستارت. ايه الكومبليكيشنز بتاعت الكرونيك ايريد سايكلايتس؟ اهم حاجه عندنا الباند شيبد كيراتوباسي زي ما احنا شايفين في الرسمه دي. هنلقى عندنا في زي البند كده، علامه بند موجوده على القرنيه، والسبب في العلامه دي ان حصل كالسيوم ديبوزيشن في الكورنيال استروما. ايه سبب الكالسيوم ديبوزيشن في الحاله دي؟ طالما عندي انفلاميشن عمل عندي كراتيك بيرسبتيت زي الرسمه دي، الكراتيك بيرسبتيت دوت الى حد ما بيقلل النيوتريشن اللي واصل للكورنيا، وبالتالي في حاله الكورونيك ايريد سايكلايتس المرض ده بيكون مزمن، فالنيوتريشن بيقعد فترة طويلة. صحيح انه بيكون في بقع صغيرة مش بيوصل، لكن مع مرور الوقت بتزيد عدد البقع وبيزيد بيقل النيوتريشن اللي وصل الكورنيا، وبيحصل لها حاجة خدناها في الباثولوجي اسمها ديستروفيك كالسيفيكيشن، لأن المكان ده بيبدأ يموت شوية أو بيحصل له اسكيميا بسبب ديكريز النيوتريشن، وبالتالي يبدأ الكالسيوم يحصل له ديبوزيشن بنسميه ديستروفيك كالسيفيكيشن. الكومبليكيشنز التاني هو اسكليروزنج كيراتو يوفيايتس. من اسمه بيحصل عندي
في انفلاميشن في الكورنيا وفي اليوفيال تراكت مع بعض، زي ما السهم ده بيشاور هنا بيحصل لنا في المكان ده هنا في اليوفيال تراكت وفي القرنية في نفس الوقت، وبينتشر بطريقة مثلثية، يعني رأس المثلث بتبقى ناحية الكورنيا والبيز بتاعته اكستند في السيلياري بودي لباقي اليوفيال تراكت. ايه الحاجات اللي بتترتب على حدوث سكليروزنج كيراتو يوفيايتس؟ اول حاجة عندنا هنا فايبروزس اللي ظهر في المكان ده. الفايبروزس اللي عندي هيقفل الانجل بتاعت الانتيريو تشامبر وبالتالي يقل الدرينج وبالتالي هيعمل عندي سكندري جلوكوم. الايرس برضه هيبدا يظهر فيها حاجه بنسميها روبيوزس ايرايدس. روبيوزس ايرايدس معناها ان في بلاد فيسلز بدات تظهر بشكل كبير جوه الايرس زي ما احنا شايفين في الرسمه دي. طبعا البلاد فيسلز ديت مش ماشيه في القرنيه، دي ماشيه في الايرس اللي ورا، ونفس الكلام هنا باينه الى حد ما لكن هنا واضحه اكتر. وسبب وجود الفيسلز ديت ان بسبب الانفلاميشن بدا البلاد سبلاي اللي رايح للايرس بيقل فعمل عندي اسكيميا، فنوع من الكومبنسيشن بدات البلاد فيسلز بتكبر وتخش جوه الايرس عشان توفر لها التغذيه اللي هي محتاجاها، فعملت عندنا المنظر ده. ممكن في حالات كان عندي كرونيك اليوسايكلايتس ممكن تحصل بسبب مثلا التي بي، فيعمل عندي نوديولز بنسميها كوبين نوديول زي اللي احنا شايفينها دي. النوديولز دي طبعا ايرس، ودي النوديولز بتاعت كوبي بتحصل عندي في حالة التي بي كرونيك اليوسايكلايتس. ممكن في الاخر لو الحالة دي ما تعالجتش بيحصل لها حاجة بنسميها الثايسس بالباي. الثايسس بالباي يعني disorganized جلوب of the eye، يعني زي ما شايفين هنا تحس ان الاي بول بدأت تفقد الكروية بتاعتها زي ما احنا شايفين في المكان ده حصل depression، ومع الوقت الdepressions دي بتزيد وبتفقد الشكل الكروي بتاعها بنسميه thysis pulpi. بسبب الانفلاميشن هنا انتشر في جميع انحاء العين وتقريبا العين كلها بتكون اتدمرت، وما بيكونش فيه حل هنا غير ان احنا نشيل العين كلها. نخش على التريتمنت بتاع الاريدوسايكلايتس، والتريتمنت هنا بيشمل الاثنين الاكيوت والكرونيك. طبعا الاكيوت في الكومبليكيشنز وفي الاسباب هو اهم من الكرونيك، لكن احنا شرحنا الاثنين. بالنسبه للتريتمنت مشترك في الحالتين، هنقسم التريتمنت لثلاث حاجات، اما لوكال وسيستميك وتريتمنت اوف الكومبليكيشنز اوف الاريدوسايكلايتس. اللوكال تريتمنت، في البدايه قبل ما نخش في التريتمنت لازم نحط اسطمبه في دماغنا عن حاجتين اساسيتين لازم نستخدمهم في حاله اليوسايكلايتس. اول ما تيجي كلمه اليوسايكلايتس قدامي افكر في كلمتين هما الاتروبين والاستيرويد، لان هما يعتبروا المين لاين ان تريتمنت اوف اليوسايكلايتس. ممكن نفتكرها برضو السايكلايتس بتبدا بالسي يبقى استيرويد، ايريدو اي بتدل على الاتروبين. اللوكال تريتمنت في الاول هنعمل حاجات عارفينها قبل كده زي الهوت فومنتيشن والدارك جلاس وعرفناهم قبل كده خدناهم كذا مره. بالنسبه للاتروبين وهو المهم قوي ولازم نعرف طريقته بتشتغل ازاي والكلام ده معظمه خدناه في الفارما، لكن احنا هنقوله برضو هنا على مستوى الاي. طبعا اتروبين ممكن اخده كدروب او كاوينتمنت. الوظيفه بتاعته بتشتغل ازاي؟ اول حاجه ريليف البين، لان اتروبين عندي بيعمل سايكلوبليجيا بيشيل السيلياري ماسل، وبالتالي ما بيحصلش ليها اي كونتراكشن في حاله عدى ضوء قوي، وبالتالي الكونتراكشن ده لما كان بيحصل اول في حاله الانفلاميشن بيعمل بين. فانا دلوقتي شليت المسل اساسا بقت في حاله دايليتيشن على طول، فالمريض ما بقاش مش بقى يحس بالبين، لكن هو في نفس الوقت مش هيعرف يعمل، يعني لو جاله نور جامد في عينه مش الحدقه مش هتضيق وبالتالي هيشوف الدنيا مزغلله قدامه، لكن على الاقل مش هيحس بالم. تاني حاجه بيمنع ان البيوبل دي تتقفل في حاله كان عندي اكزوديت كتير. يعني انا لو عندي في حاله الكرونيك البيوبل اللي احنا شايفينها قدامنا، لو عندي كرونيك انفلاميشن الاكزوديت هيكتر قوي، وممكن لو البيوبل فضلت في مستواها العادي او ضيقه الاكزوديت يقفلها.
انما الاتروبين طالما هو بيوسع الايريس مثلا للمستوى ده، اذا حتى لو اتكون اكزوزيت كتير عمره ما هيكون قادر ان هو يقفل البيوبل كلها، فانا اقدر اعالجه في اي وقت، وبالتالي ان هو عمره ما هيمنع الضوء انه يعدي. لكن انا لو سايبه في الحاله العاديه او البيوبل ضيقه ممكن الاكزوديت بسبب الكرونيك انفلاميشن يقفلها في اي وقت. تالت حاجه من وظائف الاتروبين ان هو بيمنع تكوين السينيكيا. ازاي؟ انا دلوقتي عندي هنا السينيكيا بتتكون في المكان ده كده، فرضا ان دي هي السينيكيا. الاتروبين لما بستخدمه بيشد البيوبل للناحية دي، نفس الكلام هنا، اذا انا لما احرك البيوبل في وجود السينيكيا حتى لو اتكونت، حركة البيوبل اثناء وجود سينيكيا هتؤدي لان هي تتقطع وبالتالي ترجع العين لطبيعتها وتتفتح الانجل ويحصل درينج للاكواس هيومر. يعني انا لو عندي سينيكيا هنا اما ادي الاتروبين هيوسع البيوبل، تعتبر ان هي اتحركت والسينيكيا اساسا مرتكزه عليها او ماسكه فيها، فمع حركه البيوبل السينيكيا دي هتتقطع.